قام بتصريح من خلال ردة الفعل بعد هذا اللقاء. الآن الصورة واضحة من خلال الاحتفال الكبير بين اللاعبين والجماهير. شكرا لكل الجماهير التي دعمت المنتخب، ألف مبروك للجماهير السعودية، ألف مبروك للقيادة الرياضية، ألف مبروك لرئيس الاتحاد السعودي دكتور عادل عزت، أيضا رئيس الهيئة العامة معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي وقف مع هذا المنتخب من بداية التصفيات، وأيضا كانت له بصمة واضحة من خلال يعني تشجيع المنتخب من خلال اللقاء الماضي. قائد المنتخب السعودي الكابتن نايف الماس، احييك من عبر القناة السعودية الرياضية، ألف مبروك هذا الفوز، تقلب النتيجة أكيد أنك وقت من خلال هذه التصفيات. أوجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز جاء بعد جهد كبير، نشكر صراحة جميع الأجهزة الفنية والطبية وإخواني اللاعبين، صراحة اجتهدنا من مدة طويلة صراحة، أنا مجتهدين والحمد لله أن ربي أكرمنا بهذا التأهل، وهذا مو طموحنا إن شاء الله بإذن الله، طموحنا عالي بإذن الله. اليوم المنتخب السعودي يعني السيطرة كاملة على المجريات اللقاء، لكن غابت الحلول حتى الدقائق الأخيرة. والله يمكن يعني زي ما تقول يعني إحنا لعيبة صغار، يعني يمكن شوية انضغطنا مع الجمهور، بس الحمد لله يعني قدرنا بين شوطين الحمد لله الأجهزة هيئونا نفسيا، والحمد لله قدرنا نسيطر على أنفسنا ورجعنا الشوط الثاني أحسن. فرقتم بين الشوط الأول إلى الشوط الثاني؟ والله زي ما قلت لك يمكن بين الشوطين تجمعنا وتعهدنا إن ما نطلع إن شاء الله من الشوط الثاني إلا بالتأهل، والحمد لله تأهلنا. شو اللي ميز المنتخب كابتن؟ والله اللي ميز المنتخب صراحة الروح يعني بغض النظر عن المستوى والنتيجة والعمل، صراحة كان في روح، كان في رجال داخل الملعب، والحمد لله. شكرا الله يعطيك العافية. شكرا كابتن بندر الماس، نايف الماس عفوا، قائد المنتخب السعودي للشباب، اذا بانتظار ايضا حضور اللاعبين لمنطقة الفلاش انترفيو من خلال رصد فرحة لاعبي الاخضر بعد هذا اللقاء. يا كابتن احنا على الهواء، الف مبروك، البس تيشيرت اليوم من حقك، الفرحه كبيره اليوم، الف مبروك هذا الفوز وهذا التفوق من خلال بدايه التصفيات حتى النهائيه تاهل كاول مجموعه. الحمد لله يا رب، احنا اجتهدنا واجد، معسكرنا واجد، والناس تعبت معنا، كابتن حمزه ادريس، مريح كل العالم تعبت معنا، الحمد لله هذا اقل شيء نقدمه للجمهور، الله يعطيهم العافيه يا رب. العافيه يا كابتن، شكرا لك كابتن. استاذ مريح المريح نائب المشرف العام على الفئات السنيه للمنتخبات الوطنيه وعضو مجلس الاداره الاتحاد السعودي، احييك مع عبر القناه السعوديه الرياضيه، مبروك هذا التميز، مبروك هذا التفوق والتاهل الى النهائيات الاسيويه كاول مجموعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء ابارك للجميع هذا التاهل اللي جاء عن جداره وعن استحقاق فعلا للمنتخب. اليوم لعبنا مباراة صراحة أنا مبسوط على أنها مباراة كانت صعبة، مبسوط أنك لعبت ضد منتخب مقفل، مبسوط أن المدرج كان فيه 20,000 متفرج أو 16,000 متفرج، كل هذه احنا نحب أن اللاعب يمر على هالمرحلة هذه، فما اللي اليوم مر على اللعيبة من تجربة شيء مهم، والحمد لله يعني توجناه بالفوز. ضغط الجمهور كان رهيب اليوم، لعيبة صغار أول مرة يلعبون بالعدد هذا الجماهيري، الحمد لله الفريق كان مقفل الفريق اليمني واحنا متوقعين الشيء هذا، سجلوا فرصه من بدايه المباراه، لكن الحمد لله تكتيك المدرب والتغييرات اللي حصلت ومجهود اللاعبين توج بالفوز. اهدي هذا الفوز الحقيقه للمعالي المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئه الرياضه تركي آل الشيخ، نشكر على دعمه الغير محدود للمنتخبات السنيه والمنتخبات بشكل عام للرياضه السعوديه. اهدي ايضا التاهل الدكتور عادل عزت الله يوفقه مع المنتخب الاول، اهديه للاستاذ طلال الشيخ المشرف العام السابق معنا له جهود مذكوره، اهديه لجميع الجماهير الرياضيه، يا رب لك الحمد، ان شاء الله من هنا وافضل باذن الله. تواجد المنتخب السعودي في النهائي الاسيوي حتى على صعيد الفئات السنيه امر اعتبر اعتيادي طبيعي، الهدف اكيد انه راح يكون التاهل الى نهايه كاس العالم، خطتكم المستقبليه ان شاء الله لهذا المنتخب؟ والله خطتنا وطموحنا ان نصل في المنتخب الى اخر مدى، احنا نحب ان اللاعب ما يتوقف، المنتخب ما يتوقف يلعب.
من آسيا إلى كأس العالم، يعني ما نحب أن نفوت أي فرصة مشاركة. منتخباتنا كلها الحمد لله قوية، منتخبات الناشئين الشباب الأولمبي الحمد لله الأمور ماشية، والخطط كلها مرسومة من أول، وإحنا قاعدين نمشي عليها بإذن الله ونطورها إلى الأفضل بفضل الخبرات اللي انضمت مؤخرا مثل كابتن حمزة إدريس ومثل المجموعة الجديدة. شكرا استاذ مريح، شكرا على متابعتكم. شكرا استاذ مريح، المريح عضو الاتحاد السعودي لكره القدم والنائب المشرف العام على منتخبات فئه السنيه الكابتن صقر الحربي لاعب المنتخب اليمني، يحييك عبر القناه السعوديه الرياضيه. انا اتكلم هارد لك على نتيجه المباراه اليوم، هارد لك نتيجه مباراه اليوم، مبروك لكم السعود لنهايه الاسيويه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكر الجماهير اول شيء الذي حضرت، واشكر قناه السعوديه الرياضيه على بث هذه المباراه، وانا فخور جدا كل الفخر نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، وأيضا أنا كنا متحمسين وكنا مأملين أننا نفوز، لكن الفريق السعودي فريق محترم، فريق قوي ما يستهان فيه، والحمد لله أنا فخور بفريقي لحد الآن، أنا فخور جدا مع الفريق وفخور جدا بمدربي، ودينا اللي علينا وحال الكرة كذا فوز بخسارة. شكرا كابتن. متواصلين متابعينا الكرام من خلال التغطية الميدانية أحد نجوم المنتخب السعودي، كابتن يعطيك العافية وحييك معي عبر القناة السعودية الرياضية، ألف مبروك الفوز والتفوق والصعود لنهائيات كأس آسيا. الله يبارك فيك، والحمد لله يعني تعبنا ما راح الفاضي، أهدي هذا الفوز إن شاء الله لسيدي محمد بن سلمان، وأهدي إلى تركي آل الشيخ، والحمد لله يعني الفوز كان صعب، تقدم علينا بداية المباراة، الحمد لله يعني قدرنا نعدل ونجيب النتيجة، اللهم لك الحمد. هدف مبكر أربككم كابتن؟ والله مو أربكنا، لكن يعني يمكن لخبط حساباتنا شوي، بس الحمد لله يعني رجعنا صححنا من وضعنا، الحمد لله جبنا المباراة. الله يعافيك، والحمد لله يعني، وإن شاء الله نوعدكم إن شاء الله نشرفكم في آسيا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله قلوبنا معكم وأنتم قدها إن شاء الله بإذن الله يا كابتن. يعطيك العافية كابتن، شكرا. إذا متابعينا الكرام، شكرا لمن ساهم لهذا لصناعة هذا المنتخب. ألف مبروك لجميع من دعم هذا المنتخب، ألف مبروك لجميع الجماهير السعودية على الحضور، أيضا الجماهير التي حضرت ودعمت هذا المنتخب. نكون قد وصلنا لنهاية تغطيتنا.